السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من صدى الأقلام، نبدأها بأهم عناوين الصحف. في القدس العربية الكاظمي يضرب خلايا الكاتيوشا وحزب الله يتوعده ويصفه بالمسخ. في العربية الجديد ضغوط على الحكومة العراقية لإطلاق سراح مسلحي كتائب حزب الله. وفي العرب اللندنية العراق يسجل أعلى معدل يومي للوفيات بسبب كورونا ب 122 وفاة. أما في إندبندنت عربية الأمم المتحدة تحذر من تفاقم أزمة الجوع في سوريا. الخليج الإماراتية إسرائيل تمرر رسالة للسلطة الضم لن يتضمن الأغوار. وفي الشرق الأوسط أمريكا تشهد قفزة في إصابات كورونا وتتهم الصين بالتستر على الوباء. وأخيرا في البيان الإماراتية الصحة العالمية تحذر من وفاة الملايين في موجة كورونا الثانية. سلطت صحيفة القدس العربي الضوء على حادثة اعتقال القوات الحكومية عناصر من ميليشيا حزب الله كانوا يحاولون إطلاق صواريخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء. وقالت الصحيفة إن هذه الميليشيا من المفروض أنها تتبع هيئة الحشد ولا تخالف القوانين العراقية، لكن الإطارات النظرية شيء والوقائع على الأرض شيء آخر، فالفصائل المذكورة قامت في مرات كثيرة بجرائم حرب واخترقت القوانين وتحدت أجهزة الدولة وهددت أمن البلاد والمواطنين. تشكل عملية مداهمة مقر أحد هذه الفصائل كتائب حزب الله أول أمس الخميس واعتقال أكثر من 12 من أعضائه سابقة جديدة في السياسة العراقية، فهو فصيل معروف بتطرفه في طرق التعبير عن الرغبات الإيرانية سواء فيما يخص القضايا الداخلية مثل اعتبار الحراك الشعبي مؤامرة صهيونية ضد إيران نفسها وليس مرتبطا بالفساد والمظالم التي يتعرض لها العراقيون، أو فيما يخص القضايا الخارجية فهو ما أكثر الفصائل حماسة لإعلان الحرب على أي جهة خارجية تختلف مع طهران أو تتنافس معها. تعبر ميليشيات الحشد الشعبي عن عطب هائل في النظام السياسي العراقي والذي ظهر أملا في تغييره مع بدء الاعتصامات السلمية والحراك الثوري بعد الثورات العربية، ولكن كونه كان مركزا في المحافظات السنية فقد قام النظام العراقي المعطوب بقمعها بشدة ومطاردة زعمائها السياسيين واستثمر بخبث في تحشيد الشيعة ضد السنة، إلا أن دارت الدائرة وقامت المحافظات الشيعية نفسها بالثورة على هذا النظام، ولم يعد أمام أركان الفساد في النظام وأتباع الخارج سوى العودة إلى سرديات المؤامرة والقمع المحض. الصحيفة ترى أن عملية الاعتقال تعبر رمزيا عن حاجة عضوية لدى الدولة العراقية لاستعادة سيادتها المفقودة، وهي حاجة لا تقتضي بالضرورة معاداة إيران، ولكنها تقتضي بالتأكيد وضع مصالح العراق أولا. لا مسوغ لعدم التصدي لأي قوة تخرق القانون العراقي، بل ذلك لو حصل فعلا فهو حنف باليمين الدستورية وما يتصل بها من الوفاء بالالتزامات الوطنية لصاحب القرار. فاتح عبد السلام يقول في الزمان إن المعسكرات والمطارات العراقية كانت تقصف من قبل الميليشيات في عهود الحكومات السابقة وقد دفنت رؤوسها بطين العار مهادنة الذين يلعبون بالأمن العراقي. قوات مكافحة الإرهاب هي ذاتها موجودة منذ أيام الحكومات المتعاقبة، لكن لم تتصرف أي حكومة على وفق مقتضيات المصلحة الوطنية. كانت حكومات الرخوة مخترقة مليئة بالتفاهة والأكاذيب والرعونة والعجز، لذلك لم تنل احترام أحد من العراقيين،
باستثناء طفيليات الفساد والعمالة، ووجدوا فيها سببا مباشرا لما وصل إليه العراق من انهيارات لا يمكن تفاديها، وكذلك الدورات النيابية كانت تغض النظر عن مناقشة مسألة تخص حفظ أمن المعسكرات والمطارات العراقية أو الهيئات الدبلوماسية الأجنبية. الحكومة العراقية اليوم معرضة لضغوط تحاول طي أي ملف يتصل بمصالح عليا لأحزاب ومراكز نفوذ، كل وجودها يستند إلى قاعدة الولاء للخارج وأن العراق مكان تنفيذ سياسات الآخرين، وإذا ما فشلت الحكومة في إتمام خطوات قطع اليد الخارجة عن القانون والتي تعبث بالأمن الداخلي وتعرض المصالح الخارجية للعراق في وقت عصيب للخطر، فإن الآتي سيكون أدهى وأمر. العراقيون يقفون مع القرار الوطني الشجاع مهما كان مكلفا، وفي نفس الوقت يرفض العراقيون أي ملمح من ملامح الهيمنة الإيرانية والاستهتار بالحقوق العراقية في ثورة والسيادة والأمن والعلاقات الدولية. بحسب الكاتب فإن أمام حكومة الكاظمي إذا ضاقت بها السبل خيار واحد هو مكاشفة العراقيين بحجم الخرق الأمني لجماعات تسترت بعناوين دستورية ورسمية أو شبه رسمية أحيانا من أجل إعلان الجهاد الكفائي الحكومي على طريق حفظ سيادة العراق وأمنه. بمناسبة يوم اللاجئ العالمي، ذكر المرصد الأورو متوسطي أن عدد العراقيين الهاربين خارج العراق بلغ أكثر من 4 ملايين، فيما ذكرت بعثة الأمم المتحدة أن الفوضى الأمنية والإدارية تسببت في نزوح قرابة 6 ملايين عراقي داخل البلاد. جاسم الشمري يرى في موقع عربي 21 أن الضياع والغموض والحيرة المربكة تغلف الوطن والمواطن، وكلها دلائل على الفشل المتراكم في إدارة الدولة، وأن غالبية من هم في داخل الوطن وخارجه يعانون من سموم وتبعات تلك الحيرة. حكومات العراق المتعاقبة لم تنشغل برعاية ومتابعة أوضاع المهجرين في الخارج، وكأنها تخلصت من همهم، وكذلك لم تتمكن من تقديم خدمات مقبولة للنازحين في الداخل، بالذات في الجانبين الصحي والتعليمي، وهذا يعني ضياع مصير ومستقبل عشرات الآلاف من الأطفال والشباب والعوائل. ورغم هذه المرارة التي يعاني منها اللاجئون والنازحون في الخارج والداخل، نجد أن هنالك مئات الآلاف من العراقيين في الداخل يتمنون الهروب من واقعهم المرير المرعب، وبالذات مع تفشي فيروس كورونا وتنمر الميليشيات في البلاد. واليوم هنالك تطورات خطيرة في العراق تتمثل في ضمور أو فشل النظام الصحي في مواجهة فيروس كورونا بعد دخول الفيروس شهره الخامس وتسجيل قرابة 40,000 إصابة ونحو 1500 وفاة. وقد أعلنت بعض المستشفيات ومنها مستشفى الحسين في مدينة الناصرية عجزها عن مواجهة الفيروس، ومع تنامي الخراب المالي والصحي توجد في العراق الآن عشرات الميليشيات المتفلتة التي يمكن أن تنفجر ضد الدولة في أي لحظة، بدليل ما جرى فجر اليوم الجمعة بعد اعتقال قوات مكافحة الإرهاب لعناصر من ميليشيات الحشد الشعبي ببغداد لمحاولتهم ضرب مطار بغداد الدولي، حيث أعلنت العديد من الميليشيات حال النفير العام لنصرة رفاقهم في السلاح. الكاتب يقول إن الخلاص من حيرة الوطن والمواطن لا يكون بالهروب نحو الاقتراض، بل يكون في حسن إدارة الدولة وتقطيع أجنحة الفاسدين والميليشيات ورعاية أبناء الوطن، وإلا فالاقتراض ربما سيفتح الباب لجولة جديدة من الفساد المالي. اعترف الكيان الصهيوني بشن مئات الغارات داخل سوريا منذ عام 2011 قائلا إنها تهدف إلى إحباط الترسخ العسكري الإيراني وحظر شحنات الأسلحة الإيرانية لميليشيا حزب الله اللبناني. هدى رؤوف تتساءل في صحيفة إندبندنت عربية، لماذا لا ترد إيران على الهجمات الصهيونية في سوريا؟ فالمتابعة.
باتت الضربات الإسرائيلية أهم ملامح الموقف الإسرائيلي من الوجود الإيراني في سوريا. ومنذ عام 2017 شنت إسرائيل بوتيرة متزايدة ضربات ضد الأصول الإيرانية المشتبه بها في سوريا، والتي يبدو أنها تهدف إلى تعطيل بناء البنية التحتية العسكرية الإيرانية. أما عن رد الفعل الإيراني تجاه الضربات الإسرائيلية، فهناك ضعف في احتمالية أي رد فعل من جانب إيران تجاه الضربة الإسرائيلية الأخيرة في سوريا على القواعد الإيرانية، ذلك أن إيران الآن تواجه الضغوط الدبلوماسية في المنظمات الدولية، حيث صدر تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا الشهر الذي يحث إيران على التعاون مع مفتشي الوكالة، كما أنه وفقا لسوابق الهجمات الإسرائيلية على القواعد الإيرانية في سوريا لم تقم إيران بالرد على أي منها على الرغم من السلوك الإيراني واستعراضات القوى التي تحدثها في الخليج، من ثم ستمتص إيران تلك الضربة. لكن سيظل في الإدراك الإيراني أن إسرائيل تعد التحدي الرئيس أمام ترسيخ وجودها العسكري في سوريا، لا سيما أن لدى إسرائيل المعلومات الاستخباراتية حول تحركات الأهداف الإيرانية واللبنانية داخل الأراضي السورية، وتلك المعلومات تعمل ردع أمام أي محاولات انتقامية من جانب إيران. الكاتبة تشير إلى أن الرد الإيراني دائما ما اقتصر على الامتناع عن الرد المباشر على الضربات الصهيونية ضد قواتها أو قوات حلفائها في سوريا في بعض الأحيان، أو نفي تعرضها للهجمات، وفي أحيان أخرى هددت فقط بالانتقام. نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الاستخبارات العسكرية الروسية عرضت سرا على مسلحين مرتبطين بحركة طالبان مكافآت لاستهداف قوات التحالف والجنود الأمريكيين في أفغانستان. وأوضحت الصحيفة أن الاستخبارات الأمريكية خلصت إلى هذا الاستنتاج خلال مراجعة لها قبل أشهر، وأن العرض الروسي قدم لبعض مسلحي طالبان أثناء محادثات السلام الأفغانية في موسكو قبل نحو عام. الصحيفة أشارت إلى أن الولايات المتحدة قد توصلت قبل شهور إلى أن الوحدة الروسية المرتبطة بمحاولات اغتيال وعمليات سرية في أوروبا قد عرضت مكافآت سرا على عناصر من طالبان من أجل تنفيذ عمليات أدت بالفعل إلى مقتل أمريكيين العام الماضي. وأضافت الصحيفة أن نحو 20 جنديا أمريكيا قتلوا خلال اشتباكات مسلحة في أفغانستان خلال العام 2019، لكنه لم يتضح بعد أي العمليات التي تورطت فيها الوحدة الروسية. وقالت الصحيفة إن التحريض الروسي لقتل الجنود الأمريكيين أو جنود الناتو يراه مسؤولون أمريكيون تصعيدا كبيرا واستفزازيا من جانب الروس، كما أنها ستكون المرة الأولى التي تخطط فيها وحدة تجسس روسية لهجمات ضد الجنود الغربيين. وذكرت الصحيفة أن الاستخبارات الأمريكية أبلغت الرئيس دونالد ترامب بما توصلت إليه، وأن مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض بحث الأمر في آذار الماضي. ونقلت عن المسؤولين قولهم إن الإدارة الأمريكية بلورت خيارات للرد، بينها تقديم شكوى دبلوماسية لموسكو وفرض عقوبات عليها. وأضافت الصحيفة نقلا عن مقربين من الملف أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أبدى حماسا لنهج سياسة أكثر تشددا تجاه روسيا، لكن ترامب فضل اعتماد موقف مهادن. وتختتم الصحيفة تقريرها بالقول إنه بينما يثق المسؤولون الأمريكيون في صحة المعلومات بخصوص الوحدة الروسية، فإنهم غير متأكدين من كيفية تورط الحكومة الروسية في هذا العمل السري. نشرت صحيفة الجارديان البريطانية تقريرا بعنوان مزارعون اندونيسيون يتحدون كورونا لإنقاذ الروهينجا. ويقول التقرير إن المزارعين في إقليم أتشي الأندونيسي خاضوا عباب البحر عدة مرات يوم الخميس الماضي بهدف مساعدة لاجئين من الروهينجا ونقلهم إلى مكان آمن ومساعدة الأطفال المنهكين من الهروب عبر البحر.
الصحيفة تضيف أنه على شاطئ لانوك تجمع الكثير من الناجين وسجد أحدهم على الرمال شكرا على نجاته، بينما احتضن آخر أحد الرجال الذين قدموا المساعدة لهم تعبيرا عن امتنانه. وينقل التقرير عن المزارعين في أتشي قولهم إنهم شعروا بأنهم مجبرين على القيام بشيء بعدما أخبرهم الصيادون في اليوم السابق أنهم لاحظوا قاربا شبه محطم وهو مكتظ بأكثر من 100 لاجئ من الروهينجا بينهم عشرات الأطفال، وكان القارب عالقا في البحر. ويوضح التقرير أن المزارعين طالبوا السلطات بتقديم المساعدة، ولكن المسؤولين رفضوا إنقاذ العالقين في الماء بدعوى إمكانية قيامهم بنشر وباء كورونا بين السكان. في المقابل لم يتأخر السكان ولم يتسامحوا مع الشعور بالقلق لوجود أبرياء حياتهم معرضة للخطر في البحر، لذلك استخدموا قوارب الصيادين وتوجهوا لإنقاذ اللاجئين. ويشير التقرير إلى أن الصيادين والسكان تمكنوا من إنقاذ 97 شخصا من اللاجئين، بينهم امرأة حامل، في لحظة تعزز الأمل والتفاؤل والوحدة بين البشر، كما قال بيان لمنظمة العفو الدولية واصفا ما جرى. تشير الصحيفة في تقريرها أو في ختام هذا التقرير إلى أن إندونيسيا لا ترفض فقط استقبال اللاجئين الروهينجا، بل إن الأخبار الواردة من هناك أشارت إلى أن الحكومة تدرس إصلاح القوارب التي وصل عليها اللاجئون لكي تتمكن من إعادتهم على متنها. طورت شركة دونات روبوتكس اليابانية قناعا ذكيا متصلا بالإنترنت يمكنه نقل الرسائل والترجمة من كلام مرتدي القناع ومن اليابانية إلى 8 لغات أخرى. وقال الموقع أو موقع الخليج أونلاين إن القناع الجديد يلائم حجم أقنعة الوجه القياسية ويتصل عبر البلوتوث بهاتف ذكي وتطبيق لوحي يمكنه تحويل الكلام إلى رسائل نصية أو إجراء مكالمات أو تضخيم صوت مرتدي القناع. وتوصل مهندسو الشركة إلى فكرة القناع أثناء بحثهم عن منتج لمساعدة موظفي الشركة على النجاة من الوباء. ومن المقرر شحن أول 5000 قناع إلى المشترين في اليابان بدءا من شهر أيلول المقبل، كما تبحث الشركة عن بيع القناع في أسواق الصين والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا أيضا. وبيّنت الشركة أن القناع سيكون بمبلغ 40 دولارا فقط. ختاما نتابع معكم هذه الرسومات لفناني الكاريكاتير. بهذا نصل وإياكم أعزائنا المشاهدين إلى ختام هذه الحلقة من صدى الأقلام. إلى لقاء في حلقة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله.